اهلا بيكم مره تانية حضرات الساده المشاهدين في الفاصل الاخير لهذا الصباح. دلوقتي هنتكلم على منتدى شباب العالم ودورته التانية وجلساته التحضيريه اللي ابتدت بالفعل من امبارح، هي ورش العمل تمهيدا للافتتاح الرسمي اللي هيتم بكره السبت ان شاء الله. منتدى السنه دي زي ما اشرنا لحضراتكم بيشارك فيه 5000 شاب من مختلف دول العالم، بالاضافه طبعا الى السياسيين والدبلوماسيين والاعلاميين والصحفيين و يعني المشاهير بقى على السوشيال ميديا، الانفلونسرز يعني او الاكتيفست على مواقع التواصل الاجتماعي. كل الناس دي موجوده في شرم الشيخ في مصر في فتره من 3 نوفمبر الى 6 نوفمبر. دي اوقات المهرجان او الايام المهرجان عفوا المنتدى او المؤتمر الثلاث ايام دول، لكن الناس ابتدت بالفعل توصل من اول امبارح وابتدى الفعاليات واحده واحده تبتدي لحين بكره ان شاء الله البدايه الحقيقيه للمنتدى وحفل الافتتاح. شرفنا في الاستوديو الاستاذ مفرح سرحان نائب رئيس تحرير الاهرام المسائي. صباح الخير يا فندم، اهلا بيك. صباح الخير يا استاذ حسام، اهلا بيك واهلا بالمشاهدين الكرام. دورة تانية، يعني الدورة الأولى نجحت وحققت، مش عايزين نقول كل اللي احنا كنا بنتمناه منهم، حققت اللي كنا بنرجوه وبنعمل دورة تانية عشان نبني عليها. تمام. شايف أهم حاجات خرجت بيها الدولة المصرية من منتدى شباب العالم الأول نوفمبر 2017؟ الحقيقة هو منتدى شباب العالم 2017 يجب أن ننظر إليه على أنه هو السبب في المنتدى الذي نحن في حضراته الآن أو على شرفه الآن. منتدى 2017 وبعث رسالة ووصل الرسالة التي ابتغتها الدولة المصرية من وراء تنظيم المنتدى العالمي الذي شهد زخما واهتماما إعلاميا مكثفا وكان له أصداء واسعة في العالم. ما حدث في هذا المنتدى الذي نحن نقيمه الآن في شرم الشيخ أو الذي ستنطلق فعالياته غدا بشكل رسمي أو افتتاحه الرئيس هو امتداد لما حدث في المنتدى العام الماضي. مصر جنت مكاسب كثيرة جدا من هذا من المنتدى 2017. أول هذه المكاسب من وجهة نظري هو أن العالم أدرك جيدا أن الدولة المصرية تمضي على الطريق الصحيح وأن الدولة تمضي على طريق تمكين الشباب وأنها قد أعدت نموذجا ملهما لشباب العالم يجب أن يؤخذ في الحسبان ويجب أن يكون نموذجا يحتذى به في كل دول العالم. التجربة المصرية التي صدرها المنتدى 2017 إلى العالم هي التي أحدثت الزخم الموجود في هذا العام. وجدنا 122 ألف شاب تقدموا بطلبات من أجل المشاركة في فعاليات منتدى شرم الشيخ 2018. 122 ألف شاب تقدموا بطلبات، رقم ضخم، من حوالي 195 دولة. ما كان لهذا العدد أن يتسابق للمشاركة في منتدى شباب العالم غير أنه إلا أنه لو لم يكن يسمع في العام الماضي عن ما حققه المنتدى وعن فرص المشاركين وعن عندما عادوا لبلادهم كيف حكوا في مجتمعاتهم عن التجربة المصرية في تمكين الشباب وعن المحاور التي ناقشوها وعن النماذج الملهمة التي تم عرضها في المؤتمر وعن العلاقة الوطيدة بين الرئيس والشباب التي وجدوها ولمسوها خلال فعاليات المنتدى 2017. طيب دي يعني البداية لأي مؤتمر. تمام. السنة دي المؤتمر مبني على الأعمدة الرئيسية للشخصية المصرية. شايف إزاي هنقدر نخرج من الأعمدة الرئيسية لنشر فكرة التعددية الثقافية في مصر اللي تخلينا نقدر نتعامل مع مختلف دول العالم؟ تمام. خلينا الأول بس نقول للسادة المشاهدين ما هي الأعمدة الرئيسية للشخصية المصرية. شعار المنتدى يعني مقتبس من كتاب الأعمدة المصرية السبعة للشخصية المصرية لمؤلفنا ومفكرنا العظيم الدكتور ميلاد حمّة، وهو كتاب يتناول الثراء والتنوع الثقافي والتاريخي والحضاري للشخصية المصرية ويعدد هذه السبعة أعمدة في انتماء مصر الفرعوني. هو الحقيقة فيه السبعة أعمدة في منها أربعة تاريخية وثلاثة جغرافية. التاريخية هي بتتمثل في انتمائنا الفرعوني الحضارة الفرعونية وانتمائنا في وثقافتنا الرومانية الإغريقية الرومانية اليونانية ثم الحضارة الإسلامية والحضارة القبطية. أما الجغرافي فهو انتمائنا لحوض البحر المتوسط وانتمائنا لمحيطنا العربي ولغتنا العربية وانتمائنا للقارة الإفريقية. تمام. فهذا التنوع في الشخصية المصرية هي التي تؤهل مصر لأن تستضيف حوارا بين مختلف الثقافات والحضارات
لقادة المستقبل وشباب الغد. انطلاقا لذلك كان شعار المؤتمر يرتكز على الأعمدة السبعة للشخصية المصرية. هذه الأعمدة هي التي تمكننا أن نفتح صدورنا ونفتح على هذا المؤتمر لاستضافة هذا العدد 5000 شاب من حوالي 145 دولة. عندك النهاردة في مصر هؤلاء 5000 شاب سيصبحون 5000 سفير لمصر في الخارج بعد أن ينقضي المؤتمر. إذن فهي منصة للحوار، يعني منتدى العالم بشرم الشيخ هو منصة للحوار، منصة يمكن أن نصدر للعالم منها فكرة أن السلام هو وحده الذي لديه القدرة على أن يؤسس لعالم في الغد، عالم يستوعب الجميع، عالم يستوعب كل الثقافات، كل الأعراق، كل الأجناس، عالم ينبذ الإرهاب والتطرف، لأننا نتعامل مع عقول واعدة ونماذج ملهمة في مجتمعاتها. فإذا ما استقت هذه الخبرة المصرية من التجربة المصرية في تمكين الشباب وفي ثراء وفي التنوع الحضاري لمصر بأبعادها التي ذكرناها في الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، فإن ذلك من شأنه أن يبعث رسالة للخارج عندما يعود هؤلاء إلى ديارهم أن مصر هي تستعيد دورها وهي قادرة على أن تقود العالم وأن تبث رسالة السلام إلى العالم. طيب المؤتمر أو المنتدى هو جزء من فكرة تمكين الشباب. يمكن رئاسة الجمهورية ورئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بتمكين الشباب، ودي خطوة من ضمن خطوات على طريق طويل لتمكين الشباب في الدولة المصرية. شايف إيه كمان ممكن يتعمل من خلال المؤتمر أو إلى جانب المؤتمر لتفعيل فكرة تمكين الشباب؟ وتمكين الشباب، اسمح لي بس الأول يعني طبعاً نركز على فلسفة دولة 30 يونيو في تمكين الشباب. لم نصل إلى منتدى شباب العالم الآن إلا بسبب فلسفة ثورة 30 يونيو، ولا نستطيع أن نغفل الحديث عنها. ثورة 30 يونيو منذ انطلقت من رحم بأفواه الملايين وبهتافات الملايين وبانتفاضة الميادين، هي انطلقت قوية وشابة، وعندما انتخبت قائدا لها ورئيسا، هذا الرئيس وهذا القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع يده على مناطق الخلل في الدولة وعلى مناطق وعلى الفئات التي همشت والتي عانت من الإقصاء والتهميش على مدار السنوات الماضية. ولذلك كان عليه أن يصحح المسار. تصحيح المسار من ضمن تصحيح المسارات في الدولة المصرية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كان في القلب منها تمكين الشباب المصري. تمكين الشباب بدأ بين الرئيس في إزالة العوار الذي كان موجودا، أنه لا حوار بين الدولة وبين الشباب. وجدنا أن هناك حوارا، صار هناك حوار بين الشباب وبين الدولة. المؤتمرات الوطنية التي تم عقدها برعاية وحضور رئيس عبد الفتاح السيسي، الجلسات المباشرة، الحوار المباشر بين الرئيس وبين الشباب، كل هذا هو من مظاهر فلسفة دولة 30 يونيو في تمكين الشباب. هذا لم يكن نراه من قبل. كان الشباب في مصر بيعاني من التهميش حتى داخل الأسرة. بعد 30 يونيو تغيرت هذه الفلسفة وصار ودشنا قاعدة جديدة هي التواصل بين الدولة والشعب، بل بين الرئيس وبين الشباب. وصلنا نسمع عن انتقادات والرئيس يرد ووعود والشباب يطلب كذا وكذا، حتى من رحم هذه المؤتمرات الوطنية نشأ منتدى شباب العالم الذي نحن بصدده الآن. إذن فهذا التمكين يجب أن يمتد إلى قطاعات الدولة، يجب أن يمتد هذا التوجه الرئاسي إلى كل قطاعات الدولة، في المصالح وفي الهيئات وحتى في القطاع الخاص في الشركات وفي المؤسسات، بل داخل الأسرة نفسها. لابد أن تعي الأسرة أن الشاب يعيش هذا الجيل مختلف عن ما سبقه من أجيال. هذا الجيل نشأ في بيئة تكنولوجية وبيئة رقمية وبيئة يعني تلاحق وتسير تطورات التكنولوجيا بسرعة رهيبة جدا، ولم تعد الطرق الكلاسيكية والتقليدية تتناسب مع الشباب في هذا العصر. إذن فيجب أن يكون هناك مفهوم جديد للتعامل مع الشباب وتمكينه على جميع الأصعدة، أسوة بما تم من توجه الرئاسي في هذا الشأن من بداية مؤتمرات الشباب المحلية إلى أن وصلنا بالضبط. طيب إيه اللي ممكن يكون مش عايزين نقول مانع، معطل فكرة تمكين الشباب في القطاع الخاص أو في القطاعات الحكومية أو تنفيذ توجيهات الرئاسة لتمكين الشباب في مفاصل الدولة المصرية؟ الذي يجب أن العطلة الوحيدة هي زي أي مجال في الدنيا هي الثقافة المتوارثة. ما زلنا نعاني من الثقافات القديمة وموروثات العهود الماضية والتراكمات السابقة. شأن الشباب شأن أي قطاع في الدولة
نحن نعاني من تراكمات سابقة، لذلك مهمة الدولة الآن هي صعبة وفي غاية الصعوبة، إنها بتحاول بتصحيح أخطاء الماضي وتغيير ثقافات سائدة. من بين الثقافات السائدة هي الثقافة الأبوية التي يعاني منها المجتمع المصري. ما زلنا حتى الآن نجد في بعض الأماكن يقول للشاب أنت لسه صغير، اسكت أنت لسه صغير، أنت مش فاهم. لم يعد بالإمكان أن نخاطب الشباب بهذه اللهجة، ولنا في الرئيس أسوة. الرئيس يقف أمام الشاب، أذكر في أول مؤتمر وطني للشباب في شرم الشيخ، وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يلقي كلمته وقال: أتمنى أن أرى شابا مصريا يقف مكاني في موقع رئيس الجمهورية. هذه كانت رسالة من الرئيس، ولا يمكن أن يفعل أكثر من ذلك. ماذا فعلت المؤسسات والهيئات في سبيل تنفيذ هذه السياسة للتمكين؟ هذا ما يجب أن نتحدث عنه ونقف عنده. لابد أن يكون هناك تمكين حقيقي وليس تنظير. التوجه الرئاسي موجود، يبقى أن يتم تعميم هذا التوجه على كل قطاعات المجتمع من أجل أن يتبوأ الشباب مقاعده في كل على كل المستويات. عظيم جدا. المرة دي كمان في دور كبير لتنسيقية الأحزاب والشباب في المنتدى، شايف إيه دور الأحزاب في حدث مهم زي ده؟ طبعا دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي يعني أنا شايف إن هي تشكيلها وتكوينها السياسي هو زي بالظبط المحاور اللي بيسعى إليها، أو الهدف الرئيسي من منتدى شباب العالم هو الحوار والتواصل والتنوع والثراء بين الثقافات والأيديولوجيات وكل الاختلافات التي ممكن أن تكون بين البشر. تنسيقية شباب الأحزاب الحقيقة هي برضو هي طيف سياسي من مختلف الأطياف السياسية، ولها أجندة وطنية ودورها في التواصل وخلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب، وهي بتحمل أجندة الحقيقة ولها محاور في الفعاليات المنتدى، وبتناقش في ورش العمل، بتشارك بشكل جدي وفاعل، بتشارك في مكافحة الإرهاب بأوراق عمل، وفي تمكين الشباب، وفي تنمية القارة الإفريقية وفق الأجندة 63. الحقيقة هي لها دور لا يمكن أن ننكره في هذا المنتدى. بالنسبة بقى لباقي الأحزاب والقوى السياسية، ما زال هناك فراغ في الشارع السياسي. إذا استثنينا تنسيقات شباب الأحزاب، ما زال الشارع السياسي يعاني من فراغ. يجب أن تقوم الأحزاب بالدور المنوط بها. الأحزاب ليس دورها أن تكون مقرات ولافتات وأسماء تطلق في الفضاء الإعلامي فقط. يجب أن يكون هناك دور حقيقي للأحزاب في الشارع. يجب أن تقوم بدورها في الشراكة التنموية مع الدولة، أن تستكمل مسيرة البناء والتنمية مع الدولة، لا أن تقف موقف المتفرج. يعني لابد أن تكون هناك شراكة من الأحزاب في العملية السياسية وفي تنمية الدولة. الدولة بمفردها يعني لا نريد أن ننهكها أكثر من ذلك في المشروعات وفي توفير حلول لكل المشكلات التي تواجه المجتمع. في كل دول العالم الشارع السياسي يكون معنيا يكون معنيا ومشاركا شراكة حقيقية وليست شراكة اسمية. طيب السنة دي كمان هيكون في محاكاة للقمة العربية وللقمة الأفريقية. السنة اللي فاتت كان في الماضل أو محاكاة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. هناك تغيير، ما عدناش نفس الفكرة مرة تانية، بس عندنا دلوقتي القمة العربية والقمة الأفريقية. تمام. ومصر كمان هتكون على رأس الاتحاد الأفريقي في 2019 إن شاء الله. الشباب المصري تحديدا هيستفيد إزاي من محاكاة القمة العربية والقمة الأفريقية؟ احنا دعنا نقول في البداية، نحن نصنع قيادات العالم في هذا المنتدى. نحن نصنع قيادات العالم ونصنع مستقبل العالم. مستقبل العالم يقوم على أننا نؤهل شبابا يكونوا مدركين لواقع المنطقة أو الإقليم الذي يعيش فيه والتحديات التي تواجهه، وأن يمتلك حلولا علمية وعملية لما تواجهه أو لما يواجهه من مشكلات. القمة العربية الإفريقية التي سيتم عقد نموذج محاكاة لها أعتقد الأحد أو الاثنين إن شاء الله، في ثاني أيام القمة الأحد يعني. في ثاني أيام المنتدى هيتم عقد القمة، نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية، من أجل أن نوجد مساحة من الحوار وتعزيز العلاقات بين الشباب العربي والشباب الإفريقي. وطبعا مصر، الشباب المصري تحديدا، هو يدرك أهمية هذه القمة أو نموذج المحاكاة، لأننا كما تعلم نحن استعدنا دورنا في إفريقيا، وكنا تعرضنا لتغييب في السنوات قبل 30 يونيو، تعرضنا لتغييب وظهرت دول أقزام الدول تحاول أن تتغول على الدور المصري في إفريقيا، ولكن دولة 30 يونيو جاءت لتعيد دفة
السياسة الخارجية إلى وجهتها، ولينا وجهنا شطرة إفريقيا مرة أخرى. النهاردة عندنا فيه زيارات متبادلة واتفاقيات لتعزيز التعاون على جميع المستويات مع كل الدول الإفريقية تقريبا. ابتدأنا نستعيد، يعني بدأنا نستعيد دورنا بقوة في إفريقيا. فلذلك النموذج المحاكاة ده في منتهى الأهمية في التوقيت الحالي، لا سيما كمان إن حضرتك لسه الرئيس راجع من ألمانيا، جه من ألمانيا على شرم الشيخ. كان في ألمانيا مصر بتشارك في القمة، قمة القادة، القمة المصغرة للقادة الأفارقة ضمن مبادرة الشراكة مع ألمانيا، ضمن في إطار مجموعة الـ20 بالظبط. عشان ندرك قيمة مصر إفريقيا، هنشوف إن المستشارة الألمانية دعت الدول الإفريقية إلى أن تحذو حذو مصر في تجربة الإصلاح الاقتصادي. الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته التي ألقاها أمام مبادرة الشراكة مع إفريقيا حمل هموم القارة الإفريقية وطلب بدعم جهود التنمية في إفريقيا، وهذه أجندة مصر التي تحملها دائما في المحافل الدولية. من هنا يأتي أهمية نموذج المحاكاة الذي سيعقد في منتدى شباب العالم، هو نموذج مهم وعلى قدر بالغ من الأهمية، والشباب المصري سيتمكن خلاله، بل والشباب العربي أيضا والشباب الإفريقي، من إيجاد مساحة للحوار بين هذه الأطياف الثلاثة في إطار المبادرة، في إطار الاتحاد العربي الإفريقي، وما يواجه المنطقتين العربية والإفريقية من تحديات مشتركة على رأسها الإرهاب طبعا. فطبعا مكاسب سياسية كثيرة سيجنيها الشباب المصري من هذه المشاركة، سيتمتع بالخبرة، سيحصل على خبرات المناقشات. كمان الأهم من ده ان هي موجودة في حضور قادة وصناع القرار، يعني كثير، وده مهم جدا. بالظبط، ده مهم جدا لاستقاء الخبرات، يعني الأمر لن يقف عند حد ان الشباب بيناقشوا مع بعض، ده في صناع قرار وقادة دول قاعدين يعني. فطبعا مهمة جدا على المستوى السياسي بالنسبة للشباب المصري، وستثقل خبراته وستطلعه بمزيد من التفاصيل على مجريات الأحداث وعلى التحديات التي تواجه منطقته العربية والإفريقية. من امبارح ابتدى ورش عمل وجلسات تحضيرية للمؤتمر. السنة اللي فاتت ما كانش فيه قبل المؤتمر فعاليات، كان بداية الفعاليات مع جلسة الافتتاح أو حفل الافتتاح. ايه الجديد اللي ممكن يكون بيتقدم في الجلسات التحضيريه وورش العمل قبل بدايه الفعليه او البدايه الفعليه للمؤتمر؟ جلسات الورش التحضيريه هي بتجهز محاور للمؤتمر لناقشها، يعني هي بتجهز محاور من خلال المشاركين، بيتم التناقش حول امور معينه حسب المحور اللي بيتحدثوا فيه. يعني احنا امبارح كان عندنا اجنده 2063، افريقيا التي نريدها او التي نتمناها، يعني دي تم فيها مناقشة التنمية المستدامة لأفريقيا 2063، التنمية المستدامة 2063، تم فيها مناقشة جميع التحديات التي تواجه القارة. قام الشباب الأفارقة الكاميروني والنيجيري وكل الجنسيات الإفريقية المشاركة في ورشة العمل، عرضوا التحديات التي تواجههم، مطالبهم، القضايا الملحة التي تستوجب المواجهة في مجتمعاتهم ومحيطاتهم وفي بيئاتهم المحلية. وكانت ورشه ثريه جدا، واداره المنتدى بتبثها كمان على الانترنت، فكان في تفاعل وحصل تفاعل كبير بسببها. في كمان عندنا كان ورشه عمل تمكين ذوي الاعاقه، ودي كانت مهمه جدا لهذه الفئه المهمه في المجتمع، ومصر سباقه في هذا المجال. مصر من اول الدول التي بعد 30 يونيو التي مكنت هذه الفئه في جميع القطاعات، تمكين اقتصادي وسياسي واجتماعي. طيب اخيرا، ايه اللي بتتمناه وبتأمله من مؤتمر زي ده في دورته الثانية؟ ايه اللي ممكن تكون شايف انه ما كانش موجود في الدورة الأولى وعايزه يكون موجود، والتوصيات اللي يخرج بيها المؤتمر في نهايته؟ أنا شايف والله إن هذا المنتدى، بعنوان الذي يمكن أن أخذه من هذا المنتدى، أن منتدى شباب العالم هو هزيمة لمخطط إسقاط مصر في المقام الأول، وبالتالي يجب أن نستثمر هذا الزخم وهذا الحضور الدولي. إن شاء الله سيكون له صدى على السياحة طبعا، وعلى الدور المصري الذي ينطلق بقوة الآن، وعلى السياسة الخارجية المصرية. يجب أن نستثمر هذا ونبني عليه في جميع القطاعات، في السياحة وفي الخطاب السياسي المصري وفي الداخل. يجب أن يعرف الشباب كيف كانت بلدهم، كيف كانت مصر، وأين أصبحت، وإلى أين تمضي، وكيف يحترمها العالم. النهاردة احنا عندنا منتدى عالمي، الأمين العام للأمم المتحدة بعت مبعوثة الشباب بتاعته عشان تحضر المنتدى. لازم تفهموا ده كويس، دي رسالة
أنكم تمضون على الطريق الصحيح، ويجب كلنا على مستوى الرسمي والشعبي وعلى مستوى الأحزاب والقوى السياسية لابد أن نستثمر هذا الزخم وهذا المحفل الدولي الكبير الذي يحدث الآن في شرم الشيخ. على خير إن شاء الله. الكاتب الصحفي مفرح سرحان، نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا جزيلا. وإن شاء الله نلتقي يعني بعد المنتدى ونخرج منه بتوصيات إن شاء الله جيدة للدورة الثالثة إن شاء الله، تبقى توصيات جيدة ودائما وأبدا بقوة شبابها تحيا مصر إن شاء الله. شكرا جزيلا ليك، وأشكركم حضرات السادة المشاهدين على متابعتكم، وإن شاء الله على وعد غدا في هذا الصباح أكون معاكم في نفس الموعد إن شاء الله. يومكم سعيد وجمعة سعيدة عليكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم.